مساء الخير، ازيكم؟ انا شفت رشوة معي. رشوة مقبولة. لا يعني النهارده بنعمة ربنا هنتكلم شوية عن اسفار الانبياء. بصوا، هو تقريبا جزء كبير من العهد القديم، وبيبقى شوية صعب الناس تفهمه من غير شرح او من غير مثلا انك تعرف انت التاريخ والحاجات اللي وراه، فبيبقى شوي صعب لما تقراه بالعهد القديم، هيبقى شوي ملخبط. فعايزين نبسط الموضوع شوية. تمام؟ انتوا لو فاكرين ابتدينا سلسلة المرة اللي فاتت برضو عشان نبسط ازاي نقرأ العهد القديم. تمام؟ يعني حاولنا على قد ما نقدر نختصر كل العهد القديم بمحاضرة واحدة، يعني يا رب تكون كانت حلوة يعني مفيدة. النهاردة بقى هنتكلم اكتر على اسفار الانبياء. اول حاجه، حد عارف كم نبي، كم سفر انبياء يعني موجود بالكتاب المقدس؟ كم عدد الاسفار؟ كم؟ باي ذا واي، معانا شوكليت النهارده، يا فاللي هيجاوب هياخد. عدد اسفار الانبياء بالكتاب المقدس اكتر شويه. طب هو مين كان حاضر المحاضره اللي فاتت؟ دفتري عشان ما حدش يدبسنا في ال مش كتير. طيب ماشي، بتزور الفتنه. لا كتير، احنا عاملين حسابنا تاخدها النهارده وتاكلها بكره. طيب بس عشان نقول ملخص سريع كده عن اللي قلناه المره اللي فاتت، قلنا لو عايزين نقسم العهد القديم كله لثلاث أقسام رئيسية، قسمناه للجزء التاريخي والتعليمي، جزء الكتابات الشعرية اللي هن الأمثال، نشيد الأنشاد، المزامير، والجزء الأخير هو نبوءة الأنبياء. المرة اللي فاتت كلمنا أكثر عن الأحداث التاريخية، كلمنا أكثر يعني حاجة طبعا مش الشريعة، بس تكلمنا أكثر عن الجزء التاريخي. النهاردة هنتكلم عن نبوءات الأنبياء. تمام؟ طب بس سريعا نشوف مين فاكر. يعني احنا قسمنا العهد القديم لخمس عصور، اوكي، بدايه من التكوين الى نهايه بقى يعني يوحنا المعلم. فحد فاكر ايه هم العصور؟ صعبه، تاخرتي قوي. طب تمام، هم كانوا خمسة، هنقولهم سريعا. عصر البدايات، آدم ونوح، بعد كده الآباء، مين هم الآباء بقى؟ موسى، لا، إبراهيم، ويعقوب. تمام، بعد كده جاء عصر القضاة. عصر القضاة ده بعد ما موسى طبعا ويشوع خلاص اخذوا الارض، ارض الموعد، وقسموا الارض بالاسباط 12 اللي هما اولاد مين؟ يعقوب. تمام، بعد عصر القضاة الشعب طلب ملك، مين كان اول ملك؟ شاول. فين الشوكليت؟ فين الممدوح؟ ممدوح خد العلبه كده. طب مين بعد شاول؟ مين اللي شاول في الموضوع؟ داوود. وبعدين مين؟ وبعد كده لا، سليمان. تمام، بعد كده جه ابن سليمان، اسمه ايه بقى ابن سليمان؟ رحبعام. طب كويس خالص، رحبعام. طيب بعهد رحبعام كان في ملك انشق على رحبعام واضطروا انه يقسموا المملكه. يا رب الله، ايه ده يا ميري، ذاكره قوي.
هنا بقى عندنا مملكتين، مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب، تمام؟ مملكة إسرائيل كان الملك عليها يربعام زي ما قلنا، وبالعهد القديم هنسمع كتير عن حاجة اسمها خطية يربعام. حد فاكر ايه هي خطية يربعام؟ يعني هو لا حاجة تانية بس هو بنى هيكل للبعليم او للعبادات للبعل، بناها بالمملكة الشمالية مملكة اسرائيل عشان مش عايز حد يروح اورشليم اللي هي بيهوذا تحت، تمام، ويعبدوا يعني الله ويتغير قلبهم، ويعني هو عايزهم يفضلوا من اسمين يعني. فدي اسمها خطية يربعام عشان يعني ودى الشعب كله بداهية صح. تمام. المملكة الشمالية كان فيها 10 اسباط، يعني اغلب اسباط اسرائيل، واغلبهم او كلهم كانوا اشرار. استمرت بس 200 سنة مش اكتر، انتهت بوقت السبي الاشوري، جم عليها السبي الاشوري وخدوها وخلاص انتهت المملكة. بعدها المملكة الجنوبية او يهوذا كانوا سبطين بس، اللي هم مين؟ حد يقدر يقول لي؟ يهوذا تمام. استمرت هي اكتر شوية 300 سنة بوقت اشور ما عرفوش ياخدوا المملكة دي فحصروها بس، وكملوا البابليين بس اخدوها، تم السبي البابلي. بعد تقريبا 70 سنة ربنا طبعا يعني رحمهم، رجعهم لأورشليم وبنوا الهيكل، وكان إيمانهم أقوى بكتير وأحسن بكتير من قبل، تمام؟ طب ليه نحنا كنا بنقول الحاجات التاريخية دي؟ عشان هي مهمة قوي عشان نفهم أسفار الأنبياء. هنلاقي أنبياء بيتكلموا للمملكة الشمال ومملكة الجنوب، لو مش عارفين إيه الشمال والجنوب مش هنفهم حاجة، تمام؟ عشان كده أخذنا كده لمحة سريعة عن التاريخ، وبرافو عليكم يعني مذكرين خالص. تمام. هنبتدي بالأنبياء. يعني إيه نبي؟ النبي هو من يتنبأ أو يكتب وحي من الروح القدس على تمام. النبي هو اللي بيتنبأ عن أمور مستقبلية هتحصل إما للشعوب. بس نسمع بس أنت مصير المشاكل. تمام. بيتنبأ عن مصير شعوب أو مصير مدن، إيه اللي هيحصل، تمام. أغلبية الأنبياء الرسالة الأساسية للنبي برضو عشان يقول إنه في مسيا جاية اللي هو المسيح، السيد المسيح. وبرضو الله طبعاً بيختارهم عشان يقول إيه إرادة الله للشعب، يعني هو زي الوسيط كده بينه وبين الله، يعني بين الشعب والله، تمام؟ بيمسح كان في وقتها في العهد القديم، مش كان النبي بيمسح الملك؟ يعني زي داوود مسح صمويل النبي، صح هو بيدوا لهم البركة، كان ليهم مكانة حلوة قوي الأنبياء، يعني وده اللي هنقوله دلوقتي كمان. النبوة بتتم ثلاث أشكال، إما بالأحلام. حد فاكر مين تنبأ بالأحلام مثلا؟ يوسف مثلا. مين برضو الحاجة التانية اللي هي الرؤى، الرؤية، مين زي مين مثلا؟ رؤية يعقوب يوحنا، أو التبليغ. عارفين إيه التبليغ؟ تمام. يسمع من الله ويروح يبلغ الشعب. موسى برضو، ايوه تمام. في حاجه كان اسمها مدارس الانبياء او بنو الانبياء، حد عنده اي فكره يعني ايه بنو الانبياء؟ بنو الانبياء او مدارس الانبياء دي حاجه ابتداها
صموئيل النبي هو كان اول مين ابتدى الحركه دي. كان يجتمعوا تقريبا شويه ناس اللي هم غالبا انبياء يتعلموا القراءه والكتابه والموسيقى العزف يعني والالحان والصلاه ويدرسوا الشريعه. فكانوا يعني مهتمين قوي بمعرفه ايه كلمه الله والشريعه. حياتهم كانت كلها تقشف وصلاه وعبادات. فاغلبيتهم ربنا بيديهم موهبه ونعمه النبوه يعني بيبقوا انبياء. ده كان ليهم زي ما تقول مكانه ثقافيه كده واجتماعيه حلوه قوي عند الناس عند الشعب وعند الملوك برضو. فكانوا يروحوا يستشيروهم يقولوا لهم نروح الحرب دي نعمل ده ولا ما نعملش، ياخدوا برايهم يعني ربنا بيقول ايه. وطبعا مفيش حاجه بتكمل حلوه، كان في انبياء كذبه مش كلهم كانوا يعني حلوين وصادقين. يعني بنقول ليه عن مدارس الانبياء؟ عشان الانبياء اللي كتبوا الاسفار اغلبهم من مدارس الانبياء او بنو الانبياء، تمام؟ الا اثنين عايزاكم تحفظوهم معايا، اشعياء النبي عشان ده كان زي ما تقول الملك عمه، فهو كان ساكن بالقصر معاه فمفيش تقشف خالص يعني مش مع المدارس دي. والثاني عموس النبي، هو كان راعي غنم غلبان ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، ولكن من المدارس دي ربنا بعته عشان اكشلي يعني عشان يقول للانبياء الكذبه كفايه كذب بقى، هو عشان يقول لهم انه اللي بتقولوه مش صح، تمام؟ بس دول والباقيين كلهم من مدارس الانبياء. مين اخر الانبياء؟ هو كان يوحنا المعمدان، عشان ده اخر حد قال انه المسيح هيجي وجا فعلا، تمام؟ وفي عندنا برضو يوحنا اللاهوتي او الرائي اللي هو كتب الرؤية. حاجات لسه ما تمتش، حاجات لسه هتحصل. لو هنقول مثلا اسفار الانبياء فيها ايه؟ الاستراكشر تبعتها ايه؟ تمام؟ يعني عشان ندرسها احسن يعني. هتبتدي بالاول خالص تحذيرات او جرس انذار كده، ربنا هيقول خلوا بالكم انتوا بتعملوا غلط، اللي بتعملوه ده مش صح. تمام؟ فرجعوا عن طرقهم الردية. حاجة تانية هنلاقيها الأحداث المستقبلية، أنتوا لو ما تبتوش هيحصل سبي، هتخسروا هنا، هيحصل كده، تمام؟ بعد كده دعوة للتوبة، ارجعوا إلي أرجع إليكم. فكل ده أصلاً كل نبوة الأنبياء هي وظيفة النبي عشان يرجع الناس لربنا. والآخر في وعد مجيء المخلص أو المسيح. دي أهم حاجة برضو من رسائل الأنبياء. كما قلنا هنا 17 صفر، ممكن نقسمهم لأنبياء كبار وصغار. يلا بقى قولوا لي مين هم الأنبياء الكبار؟ هم أربعة. أما كان 16 دول. ها؟ لا ما هو الأرمية كده، أرمية ومراسي أرمية. طب ايه انا ايه حشتكم على فكره. ارميه هم اشعيا. مين كمان؟ حسقيال. برافو سامريا. مين كمان؟ حقوق. لا حقوق مش كبار، مش كبار او اسمه كبير بس هو صغير. موسى بهاد. لا موسى مش من اسفار الانبياء. بصوا هلا في انبياء كتير بالعهد القديم بس نحن نتكلم عن اللي كتبوا الاسفار. طب سؤال، هم ليه كلهم كبار؟ كبار في السن ولا ايه؟ ايوه ده السؤال الثاني اصلا. لا عندهم اسفار كتير. ايوه برافو عليك اسفار كتير. هو النبوه حجم النبوه بتاعتهم كبيره. يعني ربنا ادالهم حاجات كتير قالوها للشعب، تمام؟ فالنبوه هتلاقي اصحاحات يعني مثلا اشعياء 66 اصحاح، تمام؟ يعني كبير عشان كده هو كبير. يعني الكبير والصغير ده مش مقام النبي ومش عمر النبي، يعني ده حجم النبوه اللي تنبأها، تمام؟ يعني عدد اصحاحات. ايوه عدد الاصحاحات. فهم الاربعه مين؟ لا الاسفار اشعياء يا ارميا حسقيال يا سليمان. قلت ارميا حتى قال ارميا. هنقولهم مع بعض اشعياء ارميا حسقيال ودانيال. برافو حلو خالص.
الصغر بقى هم 12 لانه اللي هيعرفهم ال 12 هياخد الشكر. لا قولوا اللي تفتكروه بقى، عايز اسماء. حبي هوشع وعبيديا. هوشع وعبيديا عموس. ايوه ايوه ملاخي. برافو. طب خلاص انتوا برافو شاطرين على فكره، عرفتوهم كلهم يعني، عرفتوا ال 12 يعني. ايه ده بس معلش اسمع عشان بصي الشغل اتعدى. امير امير معلش اسمع شويه. اوكي انتوا قلتوا تقريبا كل الحاجة، الانبياء الكبار اللي هم اشعياء ارميا حزقيال دانيال كتبوا مينلي للمملكة الجنوبية او مملكة يهوذا. الصغيرين معلش نسمع شوية. صغيرين كانوا لمملكتين الجنوبية والشمالية وثلاثة للأمة، هنحفظهم مع بعض تمام. لو ابتدينا بالكبار، ترتيب الزمني بتاعهم تمام، اول واحد واقدم واحد هو اشعياء النبي، ده كان قبل واثناء السبي الاشوري اللي هو قلنا الاشوري جه امتى يعني بالاول خالص، ده اللي انتهت فيه المملكه الشماليه والجنوبيه كملت تمام. هو الادم الاطول زي ما قلنا في 66 اصحاح لان ده طويل طويل يعني. تاني واحد هو ارميا، كان قبل واثناء السبي البابلي، اللي بعديه حزقيال اثناء السبي، دانيال اثناء وبعد السبي البابلي تمام كده، بس عشان تعرفوا ترتيبهم بس مش اكتر تمام. كل نبي ليه صوره، الصوره بتعبر عن المسج اللي عايز يقولها او محتوى السفر تمام. عايزاكم بقى انتوا تقولوا لي كل صوره يعني تبين ايه، مثلا تفهموا منها ايه. برافو. كان عندنا اشعياء هو اللي بيقولوا النبي الانجيلي عشان كثره النبوات عن السيد المسيح، ده اكثر واحد اتكلم عن مجيء المخلص. الارميا حد السماء كان بيتكلم عن السماء والملائكه، ده اكثر حزقيال عرش عرش الله، ده كان شبيه قوي برؤيا يوحنا. كان النبي باكي، كان النبي باكي، كان النبي باكي، فكان كل وقت وقت السبي وكان دايما بيعلن على حال الصعايه عايزهم يرجعوا، فدي كانت المشكله بتاعت ارميا دايما ان الشعب وهم عايزين يرجعوا للارض بتاعتهم. ايوه ده كان وقت السبي صح. هو ارميا تنبأ عن انه السبي هيحصل، خلوا بالكم خلوا بالكم، بعد كده حصل قدام عينيه يعني، احترقت اورشليم وخدوها وسابوا الملك وكل حاجة قدام عينيه، فهو كان عشان كده كان النبي باكي زي ما ميرا قالت، عشان كان بيبكي على شعبه المقهور يعني زي حصل كده يعني تمام. بس القدرت ده كان واحد من الرؤية بتاعته، كان منفوخة كده عشان شعب متكبر جاي من الشمال اللي هو بابل اللي هو المملكة بابل، فدي كانت الرسالة بتاعته. اللي بعديه حزقيال، حد يعرف ايه الصورة دي؟ هو ده حزقيال. اخر واحد هو دانيال، دانيال اللي في السبي والتاخد وحلم ان هو وجاله حلم ان هو امتى هيخلص السبي ده، هيخلق ويظهر له ملك الموضوع. صح. عنده برضه التمثال اللي هو النحاس وذهب الرومان واليونان يعني كل صح. عارفه لمين الحلم ده كان؟ حلم التمثال نبوخذنصر. ايوه برافو شاطرين. يا طب بصوا انا هقول لكم حاجه ثانيه عشان نعرف النبي
في تركة كده ممكن نعملها تمام. معنى اسم النبي غالبا بيعبر عن النبوة اللي هيعملها تمام. يعني لو قلنا مثلا اشعياء اسم الرب يخلص فهو اتكلم عن مخلص تمام. ارميا الله يؤسس عشان الله هدف وحيرجع يأسس. حسقيال الله يقوي عشان كانوا بالسبي وكانوا عايزين سند وقوة وهو ده اللي حصل كان بيقوي الناس المسبيين. دانيال يعني قضاء الله هو فعلا اللي كان بيقول قضاء الله للمخلصين زي الفتية الثلاثة وهو نفسه دانيال لما كان بيجيب الأسود. فلو حفظنا معنى اسم النبي غالبا هنفهم يعني شوية معنى الرسالة بتاعته. حلو كده؟ طب الأنبياء الصغار اللي هم أكتر شوية هنقولهم باختصار مش هنفوت بالتفاصيل عشان ما فيش وقت أنا عارفة فهنقولهم بسريعا سريعا بس احفظوا معايا في ثلاثة بس للأمم تمام؟ ثلاث أنبياء تكلموا للأمم مش لإسرائيل اللي هم يونان ونحوم لأهل نينوى أو أشور. عارفين فين نينوى أو أشور؟ العراق دلوقتي. أي مظبوط. طبعا يونان اتكلم ايه بقى بالشر ولا بالخير لنينوى؟ بالشر. بس عملوا ايه؟ تابوا تمام هم استجابوا تمام. يونان لما قال لهم هم استجابوا بس نحوم قال لهم انتوا هتخربوا او قال لهم انه الشر جاي لكم يعني بس رجعوا عملوا الشر تاني وانتهت النهايه كده. ايوه الثالث واحد هو عبيديا. عبيديا كان رسالته لأدوم اللي هم من نسل عيسو. عارفين مين عيسو؟ أخو يعقوب تمام. عارفين عملوا إيه مع إسرائيل؟ أدوم تاريخهم إيه مع إسرائيل؟ أو عملوا فيهم إيه؟ دي صعبة شوية. هم تقريبا لما موسى من أيام موسى يعني لما كانوا عايزين بس يمروا من أرضهم من غير ما يعملوا أي حاجة ولا حرب ولا حاجة ولا حتى ياخدوا من الأكل بتاعهم ولا حاجة مرضيوش انهم يمروا وراحوا حربوهم فكانوا عملوهم بأسوأ قوي. وبرضو وقت أشور وبابل هم اتأمروا مع أشور وبابل عشان يخلصوا على إسرائيل فربنا كان زعلان منهم قوي بيقول لهم ازاي تعامل أخوك كده عشان يعني هم مفروض أخوة يعني مفروض تمام. فكان ليهم رسالة انه هتخرب يعني انتم ما تشمتوش قوي باسرائيل عشان اللي حصل فيهم هيحصل فيكم. ده فعلا اتحقق. النبوة دي اتحققت بعد 9 سنين بعد ما خربت اسرائيل هم برضو خربوا خلاص ما قامتش تاني تمام. في 9 انبياء اتكلموا لشعب اسرائيل. الاغلبيه العظمى 6 منهم كان قبل السبي و3 بس بعد السبي. اللي قبل السبي كان بيقولوا لهم خلوا بالكم اللي هو تحذيرات تمام. 6 يعني ناس كتير بتتنبأ تمام. والباقيين 3 كانوا بعد السبي عشان يشجعوهم يقولوا لهم لا كملوا لا ابنوا لا اعملوا تمام. عشان نحفظهم اسرع اللي قبل السبي تاريخيا لو عايزين نعرفهم تاريخيا هم 2 بس كانوا لمملكة الشمال. احفظوهم معايا هم هوشع وعاموس. بس الاثنين دول كانوا لمملكة الشمال. كل حد تاني لليهوذا تمام. ميخا بس كتب شوية للشمال وشوية للجنوب يعني معهم بس هما هوشع وعاموس للشمال. اول واحد هو تقريبا عبيديا كان لأدوم تقريبا كان بنفس فترة إيليا النبي وأخاب الملك. بعد كده يونان وتوبة نينوى هوشع وعاموس وميخا وإشعياء كانوا كلهم بنفس الفترة الزمنية. لكم بقى تعرفوا ده كله كان قبل سبي أشور. ده من محبة ربنا لينا يعني بيبعت لنا النبي عشان يقول لنا توبوا الحقوا الحقوا توبوا قبل ما الدمار يحصل تمام. يوئيل مش معروف زمنيا هو امتى. في ناس بتقول بعد ميخا وفي ناس بتقول لا قبل عبيديا اصلا فمش معروف تاريخيا هو امتى. بس كان يتنبأ بضربة الجراد. وبطرس النبي استشهد بيوئيل بيوم 50 لما كان بيقول وروحي يحل عليكم فيتنبأ بنوكم وبناتكم تمام. فكان يوئيل برضه لي يعني دور مهم قوي.
نحوم صفنية حقوق كمان كانوا بنفس الفترة الزمنية تقريبا مع أرمية ودانيال وحزقيا. فزي ما تشوفوا يعني دايما قبل المصيبة ما تحصل بيبقى في أنبياء كتير عشان يقول لهم خلوا بالكم تحذيرات. تمام. وبعد السري يعني دول من ميخا لغاية حبقوق كلهم عصروا أشعية في نفس الوقت. هو أشعية كان فترته طويلة قوي. يعني دول كلهم كانوا في نفس الفترة الزمنية تقريبا. اللي بيحصل ايه مثلا؟ حد بيكون باخر عمره اخر حياته اشعياء لسه بالاول خالص، عارفة يعني؟ او بيكون مثلا بالنص، يعني مش نفسه بس عصروا بعض. معناها ان هم عاشوا مع بعض في نفس الفترة، يعني كلهم كانوا عايشين في نفس الوقت. مش بنفس الاماكن غالبا، بيكون كل واحد يتنبأ بمكان. بس تقريبا هم كانوا تقريبا بنفس الفترة الزمنية. تمام. وكلهم قبل يعني قبل السبي البابلي على طول. قبل السبي البابلي على طول. عشان ربنا يقول يعني خلوا بالكم يعني. تبع اشعياء سوري هو السبي الاشوري، ارميا ودانيال هو السبي البابلي. تمام. الثلاثه اللي بعد السبي البابلي، طبعا بعد السبي انا بتكلم على البابلي وعلى يهوذا بس. تمام. ما فيش شمال خالص. حجاي وزكريا وملاخي، دول كانوا حجاي وزكريا تقريبا كانوا بنفس الفترة الزمنية، كان بعهد الملك داريوس. ده بقى خلاص بابل انتهت، جه بعدهم اسمهم مملكة فارس ومادي. تمام. فده كان بالوقت ده كانوا بيشجعوا الشعب على بناء بيت الرب المتروك، كانوا تركينه بعد ما رجعوا من السبي، وبرضو عشان يقولوا لهم المسيح جاي، فكان يعني فيها رجاء امل تشجيع. تمام. مش تحذيرات خالص يعني. اخر واحد كان ملاخي، ده كان قبل المسيح يعني تقريبا بشويه، يعني بفتره بيقولوا لها مكابيين الفتره دي. برضه كان عشان يقول فساد الشعب والهيكل، ده فساد القاده اللي هم الكهنه. عشان كده لما جه المسيح كان شديد قوي مع الفريسيين والكتبه، عشان كانوا بيضلوا الشعب، كانوا بيحملوهم اثقال كتير. تمام. فهو ملاخي ابتدى بده وقال حاجه كتير مهمه، اللي هو هيأت الطريق امامي. تمام. ها ملاكي ياتي، اللي هو كان يعني اشاره ليوحنا المعمدان. تمام. دول 12 ده بس برفع الايد. تمام. لو اي حد عارف من الصور دي ايه الرساله اللي هيقولها النبي، يا ريت يقول. ساندرا ايوه برافو. صح برافو. عشان هما زانوا بعيد عنه شعب اسرائيل، فتشبيه يعني. برافو. صح. يا طلب منه حاجه صعبه قوي، يتزوج زانيه ودي خدمته. ضربه الجراد بتاع يوئيل. صح مظبوط. صح. والجراد عملهم ايه؟ مجاعه بتاعت الحوق. ويونان بتاعت الحوت بلعه. كان بسيط يعني، هو كان راعي غنم. راعي غنم. بس هو كانت المسج بتاعته عشان الطبقية اللي كانت موجودة. تمام. كان في فرق كتير كبير بين الأغنياء والفقراء. تمام. الأغنياء كانوا يعاملوا الفقراء وحش خالص، فربنا ما كانش مبسوط يعني، كان يظلموا كتير، فبعت عاموس عشان ينبههم الموضوع ده. هي مين كمان النبي اللي كنت عايزه تقول؟ كنت اقول موت الجراد وال وهوشع. طيب حد تاني؟ حجاي كان بنا الهيكل. ايوه برافو عليكي. قال لهم بيتي خربان وانتم بتتكلموا. ايوه برافو عليكي. صح. ايام صح عزرا ورحامي قوي. ايوه نفس الفتره الزمنيه. صح صح. فكان بيشجعهم انه يبنوا بيت الرب وهيكل الرب. ده كان لسه بوقت زور بابل، عشان هو الرجوع من السبي تم على ثلاث مراحل. البيت الثاني احسن من الاولاني. ايوه ايوه برافو. كان ملاحي كان بيتكلم على فساد الهيكل، او الفساد ليه علاقه بالفلوس. كان بيتكلم شويه عن الفساد، بس اللي انتم شايفينه هنا هو الذهب والفضه والنحاس، ده عشان ربنا لما هيجي هيفرز الناس، هينقيهم ويفرزهم.
يعني هيعرف بقى مين اللي عمل صح ومين اللي عمل. ده كان بإشارة واضحة للمسيح لما يجي هيوبخ الناس اللي ماشية غلط والناس اللي ماشية تمام يشجعها ينقيها. يمكن عبيديا اللي هو تعب على أدوم. أيوة خراب أدوم صح. وزكريا بيتهيالي ليه علاقة بالنبوات أو لما صح صح هو النبوات عن المسيح ومجيء المسيح. هو برضو يعني يتنبأ عن أنه هيبيعوه اليهود برضو بثلاثين من الفضة. وكان نحوم كان يتنبأ على نينوى إن هتخرب نينوى. أيوة نحوم يتنبأ عن خراب نينوى. تمام عشان الله عشان الله هيقضي لشعبه اللي فسد عشان بقى في ظلم كتير ظلموا الأرملة واليتيم والغريب فربنا كان هيعاقبهم بالسبب ده اللي حصل فعلا. يعني حد في حد اصلا ميخا ميخا عشان هو النبي البسيط الانسان البسيط البدائي عشان يقول لهم برضو فكرة الطبقية انه الاغنياء اللي بيعاملوا الفقراء بوحش بطريقة يعني مش حلوة خالص بيظلموهم كتير فليهم عقاب. في ميخا لما شق ثيابه وكان حزين على اللي بيحصل في الوقت ده ما هو برضو يعني هو كان يعني متأثر قوي هو عشان كانت رسالته زي ما قلنا للمملكة الشمالية والجنوبية فهو كان لسه متأثر ضعف يعني عشان شايف الخراب على الاثنين فاللي هو فضل حبقوق حبقوق حقوق سفر حقوق شبيه قوي بالمزامير يعني هو اصلا شاعر تمام شاعر وده عشان قيصر عشان هو بيعزف يعني حساس قوي تمام فكان زي طريقه شعريه زي المزامير بالضبط بالاول خالص كان يقول ربنا يعني انت شايف الظلم باسرائيل فربنا قال له لا انا شايف فانا خلاص هسبيهم فقعد يضطر على ربنا يتحايل يقول له لا ما تسبيهمش يعني لسه باب يعني مش حلوه خالص يعني اسوأ منهم يعني فبعد شويه ربنا قال له طب في ناس ممكن تتوبوا في ناس ترجع ومش عارف ايه وقال له هيرجعوا من السبي فبالاخر خالص كان في تسبيحه حلوه قوي جميله للرب تقريبا اخر اصحاح من حقوق يا ريت تقروها حلوه قوي يعني زي المزامير برضه فهو ده خلاص خلصنا 12 نبي برافو عليكم. مره ثانيه لو عايزين اللي عايز زي ما قلنا معنى اسم النبي بدل على نبوته اغلبتهم هيبقوا كده طبعا مش كلهم يعني هي تركت كده يعني اكيد هبعت لهم على الجروب يا ريت التلخيص شكرا ودول على فكره يعني هو يتقرا التلخيص يتفهم بعد كده يتقرا يعني دلوقتي انا بقى عندي شوق اني ارجع واقرا شغف اقرا العهد القديم يا ريت العهد القديم يعني صراحه عهد شويه ان لما الواحد يفكر انه يراه في ملل صعب صعوبه ما انا حتى المحاضره النهارده هي ممله انا عارفه يعني بس بس هو مهم صدقوني يعني الواحد عشان يتشجع يقرا يعني في انا كنت من الناس اللي افتح الكتاب المقدس افتح العهد القديم خلاص يعني اكتئب واقفل ثاني انا مش عايزه يعني ده مش فاهمه حاجه فعشان كده عملت الحاجات دي عشان افهم فيا رب يا فهو على فكرة مش صعب بس عايز دراسة زي ما تقول واحد يدرسه يعني احنا زي ما نذاكر مثلا علوم وجغرافيا مش عارف ايه طب ما نذاكر الكتاب المقدس فيها ايه يعني مش بس قصص وحاجات لا هو في حاجات مهمة وهو ربنا واحد بالقديم وبالجديد الناس اللي مش فاهماه اللي هو ربنا بس بالجديد لا هو بالقديم هو يعني ما بيتغيرش فدول الأنبياء وزي ما قلنا لو عايزين من معنى اسم النبي ممكن يكون المسج بتاعته السلايدات دي انا برضو هحاول ابعتها على الجروب عشان لو اي حد عايز يعني بالتفاصيل عشان انا ممكن مثلا ادخل نبي يعني واقول لكم عليه بس هياخد وقت طويل خالص فهنخليها يعني كل واحد
واحد مع نفسه. بس لو في اي اسئله او اي حاجه يا ريت تقولوا لي. في حد عنده اي اسئله؟ اسفار انا اسمع الاسفار المحذوفه والمكابين الاولى والمكابين الثانيه دي ايدي بقى. بص دي اسفار للاسف عشان في طوائف كتير للمسيحيين، في ناس ما اعترفوش فيها، هم معترفين ان الكتابات موجوده بس مش معترفين فيها انها جزء من الكتاب المقدس للاسف. ما زي اللي كتبوها هنا برضو انبياء وفي كان حاجه اسمها الكتبه، يعني زي مثلا عزرا النبي كتب يعني قسم كبير من مش نبي هو عزرا سوري الكاتب كتب قسم كبير من اسفار العهد القديم برضو، فاللي هو كان في ناس متخصصه بتكتب الحاجات دي عشان يعني زي تاريخ اثبات تمام دوكيومنتنج يا وهم يعني عارفين مين اللي كتبها و يعني مش مؤمنين فيها، مش عايزين يحطوها بالكتاب زي ما نيفين قالت، مش عايزين يحطوها يدخلوها بالكتاب المقدس عشان تتعارض مع الفكره الايديا بتاعتهم، بس هي موجوده ومعترفين فيها بس يعني ككتابات منفصله بقى، يعني انت لو عايز تقرا تاني اقراها كده ممكن مره جايه بقى حذف تقريبا ايوه في حاجات اصلا بتكمل، في حاجات بتكمل الاسفار اللي عندنا، يعني زي مثلا تتمه سفر دانيال، يعني هم كمان برضو حذفوا مثلا حاجه اللي هو طب ما ايه ما نكمل ايه في كتاب هو مشلول عنده حلو قوي هو شارح فيه اسفار المحذوفه هو مشلول في كتاب، يعني انا صراحه ما عنديش فكره قوي عن الاسفار المحذوفه بس ممكن يعني نعملها باليوم يعني ندرسها. بس الانبياء في حد اي حد عنده اسئله؟ هو تقريبا ربنا يعني طبعا يعني بحكمته معرفته هو عارف ان الشخص ده هيكون له رساله، ما زي ما بيقول لامي انا من البطن كونتك، انا عارف يعني انت هتقول ايه وهتعمل ايه ورسالتك ايه عارفه كده، فهو بياخد الاسم عشان الرساله عشان الله مدبر له رساله، عارف قلبه وعارف ان هو هيمشي وراه، فهي بتحصل كده. هو احيانا برضو ربنا بيقول سمي ابنك كذا سمي ابنك كذا دلاله على حاجه معينه ايوه فلا الاسم كان مهم قوي عندهم مهم قوي عشان معناه ده ممكن يكون حياتك كلها رساله حياتك كلها هو النبي بيبقى بتبدا يعني فتره في حياته خلاص خلصت يعني ولا بيفضل طول عمره نبي تمام يعني. سؤال حلو قوي ده يعني مع روح القدس انه بيحل صح مش هي دي الفكره بيحل شويه بيدي مش بيسكن يعني زي العمليه معينه عليه فتره فيتنبا فخلاص وخلص السؤال حلو قوي زي ما انا عشان كده في عندنا انبياء كبار وانبياء صغار تمام انبياء صغار رسالتهم كانت صغيره فخلاص جالهم الوحي الوحي من الروح القدس اتكلموا الرساله بتاعتهم لما خلص الكلام من خلاص بس ده مش معناه ان هم خلاص يعني خلصوا يعني يعني ما فيش نبوه يعني ربنا مش بيتكلم تاني بس هم يعني ما
مارسين الشريعة وعايشين حياة التقوى والصلاة وكل حاجة. اه يعني بس مثلا يعني مثلا تلاقيه عايش 60 70 سنة ولا زمان بيعيشوا فوق ال 100 كمان. بس مش شرط يدل 60 سنة من النبوة. كانت من لما كان عنده 40 سنة لغاية مثلا 50 أو 60 سنة. اه وبعد كده خلاص هي رسالة. هو وظيفته ينقل الرسالة. خلاص الرسالة دي اتنقلت بسنة اتنقلت بيومين اتنقلت مش الكارير بتاع عشان يحطت لا عشان كده قلنا مدارس الأنبياء ده مش كلهم أنبياء ويعني هما مش كل يعني هما كانوا بيروحوا للمدارس دي في ناس مش أنبياء يعني هما بيروحوا عشان يبقوا يتقربوا من ربنا يعرفوا كلمة ربنا وكده اللي بيجيله وحي بقى بيقول بس اللي بيتنبأ كذب يعني بيبقى أنبياء كذبة ويعني تبقى مشكلة كبيرة يعني بيضلوا الشعب. بس يا سوسن تقالي ان هو بيفضل فترة في حياته اعداد ليه عشان يبقى نبي. تمام. يعني انت لو وصلنا لوحنا المعنى كان في وقت ربنا بيعد فيه عشان يبدأ النبوة بتاعته دي. ايوه. بس يا لو هما طبعا الكتاب القدس مش جايب تفاصيل حياتهم طبعا. بس يعني اللوجيك اللي هما اكيد كان ربنا بيعدهم عشان يكملوا في الرسالة دي الوقت معين. ما زي اللي كنت بقولها لسارة قال له الأرمية من البطن أنا يعني من قبل ما تتكون أنا عرفتك فاللي هو ربنا بيكون عارفهم وشايلهم وهو بيحضرهم من قبل ما يتولدوا حتى ولما يتولدوا حياتهم كلها بس إمتى هتبتدي النبوة بالضبط بيكون مش محدد مش معروف يعني مش وكل نبي ممكن يبقى قصير طويل يعني هو نروح بعيد يعلم غير لما وصل عند سن معين عند سن 30 ايوه عشان يعني هو كل شيء تحت السماء وقت يعني مش يعني قبل سن 30 ما عملش اي حاجه ولا علم ولا عمل معجزات ولا ما بنعرفش اصلا يعني ايه اللي حصل ما بنعرفش غير حادثه واحده بس اللي هو لما كان بالهيكل وبس كده ضاع بالهيكل بس كده ده مش معناه حياته كلها ما كانتش مهمه قوي 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 بس الرساله بتاعته كانت في الفتره دي يعني خلاص وصلت يعني فهي طول الفترة ولا أسرها ده مش دليل على حاجة يعني ده ما بينتقصش من حجم النبي يعني أو النبوة إزاي بيتعرف وسط الناس إن هو ده نبي أو إن هو اللي بيقولها دي صح أو أيوة هو مش نبي كذاب أيوة تمام دي بقى ما ده الضلال ده ممكن زي ما قلنا يبقى في أنبياء كذبة ويضلوا الشعب والناس تصدقهم دي بقى بيقولها يوحنا الرائي بيقول امتحنوا الارواح هل هي من عند الله ولا من عند يعني عند الشيطان عند الشرير تمام يعني دي برضو بتبقى نعمه وفي حدث كتير احداث هتقروها مثلا بالعهد القديم اقول لكم مثلا الملك كلم الانبياء كلم مثلا نبي معين النبي قال له لا ربنا بيقول لك ما تروحش المكان ده وما تعملش الحرب دي بس يجوا انبياء تانيين اللي هم كذبه يقولوا له لا 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 روح عادي عادي انت هتكسب انت واضحه قوي تمام فهو يروح يصدقهم تمام ويحصل العكس فاللي هو بيبقى انت لازم تامن بقى يعني هو مش انا عشان انا همشي كلمتي يعني هل هي ارادتك انت الشخصيه ولا دي اراده الله زي ما رسامه مثلا الملك يعني بيبقى خلاص ده مرسوم ملك هل في حاجه شبه كده في النبوه صدقني ما اعرفش هي بتحصل ازاي بس هم خلاص يعني بيعرفوا ان الوحي جال الشخص فلان يعني زي مصمومين النبي مثلا كان طفل هو اول مره جت له النبوه خالص كان طفل صغير ما كانش عارف اصلا ان ربنا بيكلمه كل شويه يقول له يا صمويل يا صمويل وهو كان فاكر حد بيكلمه فا يا كده ابتدت كده عرفوا انه لا ده الله بيكلمك اسمعها وهيقول لك ايه تمام فلا ما اعتقدش في حاجه تاكدك دي خلاص الواحد لازم تتامن ده الايمان هو مش حاجه مسلمه يعني لازم تثقي بحاجات مش متشافه يعني يا ابونا داود لمعي بيعمل كده زي ملخص برضو للانبياء 12 الصغار تمام كل نبي بكلمه واحده اللي هي تعبر عن السفر كله وايه واحده دي اهم واحده فيهم فده برضه هيكون موجود من الملخصات معانا في اي اسئله ثانيه
حد فهم حاجة؟ تقيل 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 الموضوع تقيل. أنا كل موضوع تمام؟ كله حلو؟ طب كويس خالص. إيه ده أنا خلصت بدري.